السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع للمشاركة بالبرنامج. راح تظهر أرقام البرنامج أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج حتى تبدون آرائكم حول المواضيع اللي نطرحها، أو تطونا موضوع من يمكم، أو عندكم شيء تردون تشاركون بقناة الرافدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. نبدأ مواضيعنا بلقاء تلفزيوني مع مدير البسنة والغابات في وزارة الزراعة حاتم كريم. كان اللقاء لمناقشة أزمة التصحر في العراق وما هي الحلول لمواجهة أزمة التصحر في العراق التي يعاني منها العراق في الآونة الأخيرة، والآليات التي يجب القيام بها لمواجهة هذه القضية. اندهش الشارع العراقي من إجابات مدير البسنة وفي العراق. خلونا نشوف إيش قال مدير البسنة. خاوف والتحذيرات، سدودنا في حجيران راح يكون مخزونها صفر، نهر دجلة ديجف، نهر الفرات، كثير من المخاوف يعيشها اليوم الشارع العراقي. المخاوف من الطبيعي أن يتخوف. موجودة المخاوف والمشكلة موجودة، والمشكلة مناخية عالمية، أنا مو بس هم على العراق. أنا وأخذ الإيجابيات، أنا دائما أكد على كلمة التفاؤل والإيجابية. أنا أحكي وياك أنت كمواطنة هسه، أقول شو ثم ماذا، وخلي يجف نهر الفرات. أنا مو الإمارات مو أحسن من عندي، لا عندها نهر ولا عندها بير ولا عندها مياه جوفية، كل شيء ما عندها، وصارت وقامت تزرع ملايين الأشجار الآن. شنو خطواتنا للحل؟ موجود موجود الخطوات، بس احنا دائما نركز على السلبيات. مثلا يعني احنا هم خلي لله شويه، ابد احنا الله ما ذاكرينه، يعني مو صار لنا يعني ابتلاءات 1400 سنه. لا مو قصدي انا، يعني خلينا نكون ايجابي دائما، مو نروح باتجاه المؤامره والابتداء والغضب الرباني، لا. بس 1400 سنه نسمع اكو صلاه استسقاء، اكو التوجه لله، اذكروني اذكركم، احنا هاي ما عندنا. لا هسه احنا كل هاي الازمه احنا عايشين الله، مع العلم عندي محافظه واحده صلت صلاه. هسه خلينا نأشر هيك، محافظة واحدة بالعراق صلت صلاة استسقاء بسليمانية، الله ما قصر وياها. محافظة واحدة بالعراق صلت صلاة استسقاء، الله ما قصر وياهم. هذا اللي قاله حاتم كريم. وقارن العراق بالإمارات. بس نسى حاتم كريم آلاف مليارات الدولارات اللي اختفن. نسى الموظفين الفضائيين، ونسى الصفقات الفاسدة، ونسى هواية من الأمور. موضوع حاتم كريم مدير البستنة وطلع بحلوله هاي، اللي يريد يصلي صلاة استسقاء، واللي يريد نتوجه الرب العالمين لحل أزمة التصحر، واللي يقول الإمارات مو أحسن من العراق، الإمارات بدأت تزرع أو ما أعرف شنو. لكن خلينا نفكر أستاذ حاتم كريم أنه الإمارات ما كانت عندها التربة العراقية، الإمارات أصلا هي صحراء، وفكروا شلون يستصلحوها. أما أنتوا اليوم العراق هو بلد مستصلح أصلا، جيتوا تسووه صحراء، ده تجي تفكر وتخلي استصلاح لهذه الصحراء على طرق الإمارات، ما أعرف. أتمنى أنتوا تتابعون هذا الموضوع، وراح نقرأ لكم بعض التعليقات اللي صدرت حول تصريحات مدير البستنة على موقع تويتر. محمد خالد يقول هو هذا وأمثاله من الجهلة سبب التصحر. تعليق آخر أو تغريدة أخرى من محمد الورد، السؤال بسيط، ما هي الحلول؟ الإجابة أكو حلول. ما هي إجابة؟ صلاة استسقاء. كلام صحيح جدا، هذا فعل رباني. أنت كمدير ما هي خططك؟ لا شيء. وتغريدة أخرى من أبو عراق العراقي يقول هذا صدق يحكي، مدير عام وبهذه العقلية فقرأوا على البلد، السلام. وتعليق آخر من قتيبة العاني يقول الأحزاب لا مشكو واحد حرامي ومتخلف، وهذا نتيجة ترشيح أحد الأحزاب. فكانت هذه تغريدات الأخوة المواطنين على موقع تويتر حول ما قال مدير البستنة في اللقاء الصحفي اللي طلع به بالتلفزيون، اللي يقول احنا لازم نتوجه الرب العالمين ونصلي صلاة استسقاء كما صلت محافظة سليمانية، لأنه إذا ما صلينا صلاة استسقاء فالصحراء راح تزحف على العراق من شماله جنوبه، وعليه لازم نفكر بطرق أخرى شلون نستزرع الصحراء. بس ما فكر أنه حوض العراق، أو العراق لماذا سمي أرض السواد. لما نفكر بكلام الأستاذ حاتم كريم، أنتوا كمواطنين شو تعلقون على كلامه؟ نطلع من تصريحات
المسؤولين وحلولهم المركزية لحل مشاكل العراق. راح نلقي ملف ثاني بتوثيق لكاميرات المراقبة، مسلحين هم يسطون على منفذ لصرف الرواتب، وشركة لبيع السيارات ولبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط. هذا هاي الشركة تعرضت إلى عملية سطو مسلح لبيع شركة بيع سيارات وأجهزة كهربائية بالأقساط، واستولوا على القاصات اللي بيها الأموال التي بداخلها بمنطقة جبيلة وسط البصرة. خلونا نشاهد عملية السطو اللي وثقتها كاميرات المراقبة في هذه الشركة. إذن هذا الفيديو أو هاي الشركة اللي صارت بها عملية السطو المسلح، الفيديو يبين لكم شخص ويا شخص ثاني يقومون بسيطرة على حارس اللي موجود بهاي الشركة أو أحد الموظفين، وراها يبدون بالسرقة. السرقة ما صارت أنه يأخذون الفلوس، لا، شالوا القاصات باللي بيها فلوس ما بيها فلوس، شالوها باللي بيها. ولكن هاي الشركة تعطي رواتب الموظفين، وأيضا هي شركة لبيع السيارات والأجهزة الكهربائية بالتقسيط. الناس أيضا علقت على هذا الموضوع، لكن على موقع فيسبوك. أحمد الشرقي أبو عبد الله يقول: إذا كانت العصابات تحكمنا فطبيعي ولا تستغرب من الذي يجري. مثنى حميد حميد يقول: التطور ملحوظ، صار عندنا عصابات للجريمة المنظمة تسرح وتمرح وتقلق أمن الناس. أحمد البصري يقول: هاي نتائج النمو الاقتصادي للعراق اللي جاي يحجون عنه، وين أبو النمو؟ ظل على هذا نموك لرأس السنة، ما حد يقدر يبسط بمحله بعد، لأن نمو متسارع بجيوبكم بس، ونا الناس ويا كثرانة هاي السالفة، والشرطة تختفي من الشارع دائما بس لا يطلع حاميها حراميها. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا التعليق حول هذا الموضوع. احنا تكلمنا عن موضوعين، يعني الموضوع الأول اللي تكلمنا به اللي هو مدير البستنة الأستاذ حاتم كريم في العراق، اللي طلع بلقاء عام وسألت المذيعة عن الحلول اللي من المفترض أن تتخذها دائرته حول مكافحة التصحر في العراق. فهو جاوبها، قالها: الإمارات مو أحسن من عندنا، الإمارات قاعها رمل وتراب، وشوفوا ايش قد زرعوا، يزرعون آلاف الأشجار سنوياً. وقال: لازم نتوجه لرب العالمين ونصلي صلاة استسقاء حتى يجينا المي. والموضوع الثاني سطو مسلح يعني بوضح النهار، دنيا ظهر مثل ما تشوفون بالفيديو اللي طلع، واثنين يطبون على شركة ويتشتفون الحارس أو الموظف اللي بيها، ويسرقون القاصات اللي بيها الفلوس باللي بيها. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك يا غالي؟ هلا بيك يا الغالي. سادي وزير الزراعة يقول لازم نتجه لرب العالمين ونصلي صلاة استسقاء.
هذا مو وزير، هذا مدير عام. نعم العفو مدير عام. اي جينا نقول له مدير العام، قلنا احنا من احنا متجهين لرب العالمين ونصل الاتفاق. يعني وانت تبوق فلوس وتطلع تروح تسهر بيها بالملاهي وبالدسكوات. نعم يا رب العالمين يشوف لنا يشوف خلاك. زين ان شاء الله تلق. هسه عندك انت الحفره الابار الابار العنف العام عزيز يحفر منتزه او يحفر مكانات اصلا مو رهنه. يعني انت سمعان جامع يحفرون بيدين، شنو هذا الجامع؟ يعني مكان مكفرنا ما يحفرون بيدين. نعم. زين انت ليش ما تدعم الفلاح؟ ادعم الفلاح انت عايش طري صوت ادعم الفلاح انت. يعني حاسب تركيا انت، حاسب تركيا قصه ما عندك، حاسب ايران. نعم. ليش العراق تحاسب من ضرب السنين؟ العراق تحاسب من ضرب اسرائيل، العراق تحاسب من احتل الكويت. وظل يدفع جبال الكويت ما احتلال الكويت. زين احنا ما حد داعي بحقنا، واعد لي صلاة استسقاء، احنا نصلي استسقاء تذكروا بدكوها والضرب على 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 العاريات. نعم. هذا مدير عام مال شنو؟ شهادة منين جابها؟ ترى يجيبون شهادات، ترى من برا شهادات عيشتروا بفلوسات ما في شهادة. والله صار استثناء، يعني أنت عدليني رب العالمين، أنا من دير رب العالمين. نعم. هذا الشغل مال دولة فاشلة، دولة ما عندها أساسها رمل ما لها كل أساس. هذا الحكي كله من البداية، وثنتوال حكي وكله من البداية. والله مدير عام ما شنو؟ قبل كم سنه من طلع وزير الموارد الطبيعيه مذيع وزير قال على سيدنا كحول من رمل انجاعه هشه ورخوه وبيكب. نعم. زين مكحول هو تخطيطه تدري من امتى؟ سنه 1940 على استن الخطط استن المهندس استن كان مال نفاح العامه مال العراق. وقت الانجليز تخطط لحد الان ما تنفذ. ميرهم شهادة بس مش طرف يقول لي ميرام. يعني بس لو في دولة مدير العام شوف خطه مال اول ابتدائي يقول لي اسمه ما يعرف مطالع ما يعرف يكتب مطالع ما يعرف يسوي مطالع. نعم. خليه يكتب مطالع في اداره اذا يقدر يكتب هالشيء انا امضي. وانا عندي احتياج يعني فلاح وراي غنى. يعني مو دارس. نعم. بس طالع الحكي قلت انعفوا خلي ودي هذا الحكي قلت نحن تضحكون على انفسكم. الشعب صحى راعي الغنم صحى وعرفكم شنو مشكلتكم. ناس حراميه، ناس جت تعدى بالصوت، ناس جت جاز جت مرتزقه، ناس جت تبوق العراق وتمشي. نعم. وكلهم انت لو تجي تشيك وراهم عنده عقار بالعراق، عقاراتهم كلها برا. كل شيء ماكو بس بالعراق. نعم. شكرا لك ابو عبد الله، حياك الله اخوي العزيز. ناصر من بغداد، حياك الله يا ناصر. مرحبا استاذ. مرحبا يا الغالي. بخصوص يعني هالشخص اللي تفضل وطرح موضوع انه حتى سحر نطلب الاستقصاء، اول شيء انت لا قاعد على منبر ديني ولا قاعد امام ولا قاعد بمعبد، انت رجل مسؤول علمي كان يفترض انه اذا عندك قضايا تطرحها علميا، اذا عندك قضايا علميه اطرحها علمي مو تطرحها ديني. احنا هذا الشخص مع الاسف هذا اعتقد حسب اعتقادي انه شخص باحزاب دينيه وعينوه خارج الاختصاص. اخ ناصر هو حتى مو يعني مو بمحفل علمي على مود يحكي بالعلم، لا هذا اللي بدنا نحكي عنه. نعم. هو مدير البستنه والغابات في وزاره الزراعه، يعني شخص مسؤول بالدوله. نعم. من المفترض اكو خطط. نعم. لهذه الدائرة او لوزارة الزراعة انه شلون العراق او شلون الحكومة تريد تكافح التصحر حتى تخلص الناس. نعم. من العواصف والعجاج. بل نعم هو ما طرح شيء، ما عنده قضايا علمية. انا اقول لك هاي قضايا علمية لديها اختصاص، فهو خارج الاختصاص. هذا المنصب اللي محطه الاستاذ اعتقد هو احزاب متنفذة حاكمة، أحزاب متنفذة حاكمة. هذا المنصب ينطوه ناس مهنيين أكاديمي يسموه عنده خبرة.
هذا سنين الخبره، طلع بالتلفزيون انت سمعت اللقاء ماله كانما انسان والله العظيم امي اخو الامي بس يجيد النطق يعني روحوا صلوا روحوا كذا. ما عندنا احنا ما عندنا معبد ديني حتى احنا نروح نعبده. انت لازم تفتح اراء علميه اذا انت صاحب الاختصاص، لكن يظهر لي انه انسان امي خارج حتى اختصاصه ومو اختصاصه هم يجيبوه بهاي المناصب ينطوه مناصب ضمن معامله يعني خاصه، شوف ايش قد ينطيهم ايش قد يحصل لهم مكانات، شلون اكو اماكن يستفادون عندها ماديا هو يكون مسؤولها. احنا مع الاسف هذا الطرح ماله اللي سمعته هسه بالتلفزيون يعني مال انسان ارجدي والله وليد على هاي الكلمه، كان يفترض انه يقدم نصائح علميه للمزارعين للمواطنين. تسعروا شلون اجانا من اجانا من قطع المياه، اجانا من عدم اهتمام الدوله بالزراعه، الاشجار داخل قرداد مقطوعه الاشجار، هو ما انطلق لهذا الموضوع، صحيح هو اختصاصه بسله، البسله هي قريبه على الزراعه كان. قريبه على الزراعه، كان يفترض انه يامن المواطن باراء مستقبليه، لكن هاي ما عنده انسان حتى قدرت جاهل. وانا اعيد على هاي الحكايه انه اقول على جاهل، نعم جاهل علمي مو جاهل طبي، لكن جاهل علمي، علم ما عنده اي قصه. نعم احنا نريد نقدم نصائح للفلاح المواطن يا استاذ. نعم نعم شكرا شكرا لك اخ ناصر. يعني اذا نقارن كلام الاخ ناصر في اتصال الان ونقارن كلام مدير البستنة والغابات حاتم كريم راح تشوفون الفرق الكبير ما بين واحد لازم منصب وما بين مواطن هم على البلد. ننتقل الى ملفنا الثالث وبه قضيه اللي هي من المفترض انه الحكومه العراقيه تهتم بها، هي قضيه غزلان الريم في محميه الغزلان بمحافظه المثنى. القضيه صحفي عراقي راح لهناك شاف الاوضاع قيم الاوضاع صور اللي قدر يصوره وقام باطلاق دعوه، هاي الدعوه من اجل حمايه غزلان الريم من اجل توفير اعلاف الى هاي الغزلان بعد نفوق عدد كبير من غزلان الريم اللي صنفت اصلا كحيوانات مهدده بالانقراض. واي دوله بالعالم عندها مجموعه من الحيوانات المصنفه بانها حيوانات مهدده بالانقراض روحوا شوفوا نسبة الاهتمام اللي تبديها إلى تلك الفئة من الحيوانات وقارنوا اللي بيصير اليوم. نحن نتواجد محمية ساوة الطبيعية اللي يتواجد بها غزال الريم وهذا النوع مهدد بالانقراض صراحة نتيجة اليوم لاحظنا الوضع المأساوي والحزين نتيجة سوء التغذية اللي يمر بها هذا الحيوان بسبب سوء التغذية وعدم وجود الأعلاف. هاي يعني بجهود ذاتية تم تأمين هذا العلف وهذا العلف غير كافي، يعني يجوز هلاكات معدل يومي يموتون 5 إلى 6 بسبب نقص المياه، لعدم وجود الغاز اللي يتوفر بسبب أن المنطقة هي منطقة آبار ارتوازية يعتمد على وجود الوقود. محمية ساوة تعاني من كل التخصيصات المالية، في حال توفر التخصيصات المالية يعمل على شراء سحب المياه بشكل مستمر. لذلك يعني هذا النوع من الغزلان مهدد بالانقراض، غزال الريم من اجود انواع الغزلان في العالم. اذا مشاهدينا الكرام هاي المناشده اللي اطلقها الاخ الصحفي فيما يخص غزلان الريم، هي بعيدا عن ان كانت هذه الحيوانات مهدده بالانقراض او لا، فعليا هي كل دول العالم تهتم بفصائل الحيوانات اللي عايشه بها، لكن بالعراق شاهدنا نفوق اسماك جماعي، نفوق ماشيه جماعي، نفوق الجواميس في مثلا الاهوار، وشاهدنا اليوم نفوق الغزلان في محميه الغزلان في المثنى. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع ورواد منصه فيسبوك من خلال التعليقات علقوا على الموضوع، راح نقرا لكم بعض هاي التعليقات اللي علقوها على الموضوع. عارف السماوي يقول يعني معقوله بلد مثل العراق وخيرات العراق الكل بيعاني من الجوع حتى الحيوانات؟ وتعليق آخر من حيدر الجنديل يقول محمية حكومية ويحتاج لها تبرعات، إذا على الدنيا السلام بعد والله يرحم الحال على هيك وضع شنو نتوقع بعد من هيك حكومات. وعلي كريم الزهير يقول خسارة للأسف والله جريمة هالبلد حتى الحيوان ما له مصدر رزق بسبب الفاسدين.
وتعليق حسين نعمة الشمر يقول هو بشر يناشدهم ويموت مو بحاله، وتناشدهم على حيوانات تريدهم يستجيبون لك. كان هذا تعليق حسين حول هذا الموضوع، ويقول انه اكو هواي بشر ناشده والحكومات وناشده والمسؤولين وما حد نفه لهم، فجاي انت هسه تناشدهم على حيوان الريم او غزال الريم. هذا موضوع الاهتمام بموارد الدوله. للعلم محميه مثل هاي طبيعيه، من الممكن وزاره الثقافه عفوا وزاره السياحه تستثمر هاي المحميه وتعمرها وتسويها وتستثمرها كسياحه وتجيب مورد للدوله. هذا جانب اخر نتكلم به عن سوء الاداره بالعراق. الجانب الثاني عن سوء الاداره هو ملفنا الرابع. ملفنا الرابع يتكلم عن تنظيف ضفاف الانهر. هاي المهمه هي مهمه حكوميه، يجب على اي حكومه بالعالم تمتلك بلدانها انهر هي اللي تقوم بهذا الواجب الوطني، لكن في العراق اليوم لا يحدث هذا الامر، بس اكو حمله باسم حمله سفراء النظافه لتنظيف ضفاف الانهر. هذه الحمله مستمره حتى تبدو مدن العراق بصوره اجمل. الفيديو اللي ويانا يبين جهود شباب العراق لتنظيف ضفاف الانهر تحت جسر الجادريه بالعاصمه الحبيبه بغداد. خلونا نتابع. بعيدا عن منسوب المياه النازل، اذا لاحظت الفيديو كان اكو درج، الحد الدرج كان هذا مستوى المي سابقا. بعيدا عن كل شيء دا يحصل، شباب بعمر الورود نازلين هم اللي دا ينظفون، علما انه هاي المهمه هي مو مهمه شباب ولا مهمه مدنيين. اكو هوايه صارت بالعالم ناس تتبرع لكن ما ينتظرون انه الحال يصير بهذا الحال ويجوا من يومهم حتى يخلصون من اولا الروائح الكريهه من النفايات المرميه على ضفاف الانهر وايضا من الامراض، لان الاثنين يريدون يخلصون من عدا هذا الموضوع. ايضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا عليه، وراح نقرا لكم تعليقات جبناها لكم من موقع فيسبوك. عباس الفتلاوي يقول ابطال تشرين استمروا ربي يحفظكم. اما فاطمه حسناوي تقول عاشت ايديكم جيل واعي ومثقف. أميري علي يقول عاشت الأيادي، العراق بخير، إذا بيج هيج شباب كفو. وكريم العكراوي يقول بارك الله بالجهود الجبارة. إذا مشاهدينا الكرام تكلمنا عن أربع ملفات. ملفنا الأول عن مدير البستنة والغابات حاتم كريم اللي يطلب نصلي صلاة استسقاء حتى نقضي على التصحر. ملفنا الثاني عملية سطو مسلح بالنهار. ملفنا الثالث تكلمنا به عن حماية غزلان الريم المهددة بالانقراض لأنه ما بيها أعلاف، ويقول أكو كمية من العلف بجهد شخصي جابوه ناس وما يكفي هذا العلف. وملفنا الرابع اللي هي تنظيف ضفاف الأنهر وحملة تنظيف الأنهر اللي مسويها الشباب. كان من المفترض يدخل ويانا أبو علي من البصرة لكن انقطع الاتصال ويا أبو علي. أبو علي أتمنى ترجع لنا. أما الآن شاكر من البصرة حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. خويا كل هذه الجرائم اللي قامت بها الميليشيات الموالية للأحزاب الغاشمة هي ارتكبت هذه السرقات، هذه اللصوص، يعني نعم كل هذه الجرائم أطالت الكثير من المناطق بالعراق. نعم. الله وكلك هؤلاء مثل الدين، هؤلاء يتبعون للأحزاب. كل هذه الميليشيات الإرهابية، كل هذه الميليشيات اللي ارتكبت في الماضي جرائم حرب يعني. نعم. لا لا لا، وما زالوا مستمرين على ارتكاب جرائم الحرب مستمرين، وحتى في الايام القادمه مستمرين هؤلاء.
بالاضافه الى القوات القمعيه المجرمه. نعم. يعني لا تتكلم عن الميليشيات، هؤلاء كلهم مجرمين، كلهم حسالم متمرده، الله وكيلك ذولا لا يستاهلون العراق ذولا. نعم. الله وكيلك كبر بالعراق ما يستاهلون. هؤلاء ذولا سراق منافقين، الله وكيلك منافقين اخوي، هذول جاؤوا نصبهم وخدمهم الاحتلال لاوقاع اكبر ضرر بالعراق هؤلاء، كلهم هؤلاء. نعم. والله كلها. الميليشيات الإرهابية هؤلاء اللصوص ضد اللصوص وعلى رأسها ميليشيا سرايا السلام اللي تابع لهذا الطاغية الزنديق الزنديق اللي هي بالماضي ارتكبت جرائم حرب بحق متظاهرين ثورة تشرين يعني في النجف في بغداد في أماكن أخرى زي السجون والمعتقلات يعني هناك هواي عندهم معتقلين أبرياء اعتقلوا بدون ذنب وما زالوا في سجون واللي تابع لهذه السجون وهذه المعتقلات للميليشيات الارهابيه اي والله لهؤلاء الشراف لهؤلاء الوصول وما اي والله وشكرا. شكرا شكرا لك اخ شاكر. محمد من امريكا حياك الله يا محمد. الو السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي العزيز. اشرف قنوات بالعالم تبي لك محمد. هذول ذولا كفي لك الله ساد اسد ذولا هو يعرف القبله وين صايره يا احمد والديك الا هم كلهم قتله هم كلهم قتلوا سرقه اموال العالم كله كفي لك الله كلها على الملاهي تكرم كلها ذبوها على الملاهي عم هي كلها عصابات شوف هذا ابو شؤون مسؤول كركوك راكب له مرسيدس 35 دفتر كفي لك الله من التهريب مال النفط مال التهريب مال النفط كفي لك الله راكب له سياره 35 دفتر والفقير كاتل الجوع وابن الخايبه وين قاعد بالخيمه عم دمروه للعالم دمروه للبلد عم هاي الميليشيات عشاك القذره تسبق ملتهيه تاجر بالمخدرات وتكتل بالشعب عم كلهم جرائم من 2003 لحد الان. نعم. تقرير بريطاني كفيلك الله راح يصير بيناتهم مشاجره شيعي يقتل شيعي كفيلك الله اليوم تقرير بريطاني احيي قناه الرافدين الخزي والعار ابو عمامه وابو قاف احيي قناه الرافدين والكادر شكرا شكرا لك أخي محمد. انا عندي سؤال اجى على بالي هسه اريد اساله الاستاذ حاتم كريم يقول نصلي صلاه استسقاء امنت بالله لكن اذا اريد نتكلم علميا مثل ما قال الاخ ناصر درسنا انه المطر شلون يتكون اكو مي جوه شمس درجه حراره يتبخر المي فوق يصير غيم تمطر الدنيا زين اذا انهر العراق ده جف ومستوى مياه دجلة والفرات دا تقل مين يصير المطر؟ أتمنى الأستاذ حاتم كريم يطلع في لقاء تلفزيوني ويجاوب على سؤالي هذا. ننتقل إلى قضية أخرى اللي هو سلط عليها قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين فضائية الضوء على قضية معتقلي العزيزية اللي تم اعتقالهم بقضايا ملفقة ودعاوى كيدية لتصدر محكمة جنايات الكوت حكما بإعدامهم. خلونا نتابع هذا التقرير. مصيرنا من مصير ذولا الأبطال الأربعة الأبرياء بدون دليل تعذيب يحكمهم إعدام
وجميل الشمري عمر نزار والقتله كلها مطلق الحريه لهم. هذا القضاء عادل؟ مشاهدينا الكرام، هذه قضية معتقلي العزيزية. السؤال اللي يطرح نفسه، أربعة اتهموا بقتل ضابط، طلعت صورته بالتقرير اللي اشتغلوه قسم التواصل الاجتماعي مشكورين، لكن انحكموا إعدام مباشرة. نوجه سؤال إلى مجلس القضاء الأعلى، ونوجه سؤال إلى وزارة العدل، ونوجه سؤال إلى الأجهزة الأمنية بالعراق، وأيضا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. أريد أسألهم كلهم، قتلة المتظاهرين منو اللي راح يحاسب اللي قتلهم؟ وملف قضية قتلة المتظاهرين ليش ما انحل إلى هذه اللحظة؟ إضافة إلى ذلك، المتظاهرين اللي اختفوا المغيبين أو الناشطين المغيبين شنو مصيرهم؟ إضافة إلى الناشطين أمثال الدكتورة ريهام وهشام الهاشمي، وعذراً إذا ما راح أذكر الأسماء لأنها كثيرة، منو اللي راح يأخذ بحقهم؟ أبو عمر من بغداد، حياك الله أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل، وحياك قناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين. سلمك ربي أبو عمر. الله يديمك بالخير يا أستاذ أفل. استاذ أفل، احنا بالعراق من 2003 ولحد الان، يعني العراق، كل العراق يعرف، وكل الدول العالم يعرف ان العراق يعني بلد زراعي وبلد نفطي، لكن للاسف القاده اللي موجودين عندنا ونظام الحكم بالعراق، حكومه يعني مستغله الشعب العراقي، يعني من ضمن القتل والتهجير وكل هاي الامور اللي هي ما خلت للمواطن العراقي ان يشوف دربه من حقوقه، من يعني كل الطلاب اللي عندنا تخرجوا ما لقوا اي تعيين، وحتى المواطن اللي هو ابسط ما يكون الفلاح والاراضي الشرقيه اللي تشكل اكثر من 48 الف دونم من نسبه سطح الارض بالعراق، فكانت هاي النسبه كبيره اللي يزرع فيها الفلاح العراقي واللي يعطي ثمارها للحكومه وبعدين تصدرها وبعدين منها تكون تروح للشعب، فكانت هاي نسبه انه تتحمل الحكومه العراقيه اللي كانت قبل 2003، فكانت يعني تدعم الفلاح بالزراعه وبالاسمده وبالمبيدات وبالانهار المياه الجاريه، فللاسف انه هاي الحكومات حكمت العراق ما دعمت الفلاح العراقي والمزارع العراقي. ابو عمر، هي بعيده عن الفلاح والمزارع، يعني انت تقول لي ما دعمت الفلاح والمزارع، اذا هو يجيبوا لك مدير بستنة وغابات بلقاء تلفزيوني يسالوه شنو خططكم لمواجهه التصحر حتى ما تزحف الصحراء على المدن، يقول لهم نتوجه لرب العالمين ونصلي استسقاء. يعني هسه اي مواطن بسيط تساله تقول له انت ببيتك عندك مشاكل مثلا درجه الحراره عاليه، ايش راح تسوي؟ يقول لك افكر شلون اقلل درجات الحراره، اجيب بانكات، اخفف الضوء، اخفف الشمس، اعزل البيت، يقعد يفكر شلون يحلها. اما مدير بستنه يطلع لك بالتلفزيون يقول نتوجه لرب العالمين ونصلي صلاه استسقاء، يعني الجواب كان غريب جدا. استاذ ابد، يعني احنا نقدر نقول يعني بشكل ناس اللي مدراء العامين او اي وزير الزراعه او كل الوزراء هم ناس يعني للاسف من يسمع هذا الكلام هذا عيب وخزي وعار على الحكومه العراقيه. يتكلم مدير يعني بمعنى انه وزيره كيف يكون؟ فاسوء من عنده يكون وزيره، ليش؟ فلهذا السبب الفشل عندهم والاغمال المتعمد اللي بيصير عندنا بالعراق، فهذا الكلام يعني خزي وعار على هذا الرجل اللي بمكانه وبمنصبه وباستحقاقه اللي الراتب اللي قاعد ياخذه، فهذا العلاج يعني يكون يعني مهزله مستبده، فان يكون نصلي صلاه الاسترخاء. هاي الامور يعني تضحك للمواطن العراقي دلاله على فشلهم، دلاله على عدم قدرتهم
لإدارة البلد وتقدم البلد وتوجيه البلد من الوزير أو الجهات العليا، فكيف أنه ينصبون هيك إنسان فاشل يعتمد على العراق أكثر من 40 مليون نسمة؟ فهاي النسمة بشكل ما يعني هذا الرجل اللي من يطلع هيك كلام، هذا خذوا عام نقدر نقول عليه على السلطات أن يكونون رده وخارج من هذا المنصب ومحاسبته. كيف يعني كنا احنا بيا عصر بيا جاهليه بيا زمن من يتكلم هيك شخص وهيك مكانه؟ هذا انسان فاشل مع احتراماتي للسامعين، وما ممكن انه يكون يعني يستمع الى الشعب العراقي. الشعب العراقي يفهم من هذا الرجل ويفهم من حكومات اللي جت للعراق وحكمت. هذول ناس مو اختصاصيين، لا ذات مكانه ولا ذات فهم ولا ذات دراسه ولا ذات وصول ان الشعب العراقي كيف انه يتقدم بوجودهم، بوجود ناس هيك ناس سفله يقدرون حطموا الشعب العراقي، حطموا الزراعه، حطموا الصناعه. كل هذه الامور سبب قياداتهم وناس اللي ينتمون للاحزاب، اذا كانت حزب الدعوه واذا كان منظمه بدير واذا كانت التيار الصدري، كل هذول الناس راجعين احزاب، ناس قتله ما يعرفون يتكلمون باي لغه، ناس ما عندهم لا شهادات لا واصلين الا مراحل من الحياه، يستهمون من عده كيف انه يتواجهون مع الاعلامي، يتواجهون مع اي مواطن، ناس ما يقدرون انه سوى يعني نقدر نقول بس يمثلون جيوبهم وحاصلين على مكانات ناس باطله، ما يخلوا الناس الخريجين، الناس الفاهمه، الناس المتواصله اللي حطت يعني وقتها من اجل اجتهاداته ومن اجل دراساته، هذول الناس اللي خريجين عندنا نقدر نخليهم هيك مناصب يعني اداره البلد من اداره مواطن عراقيين وناس فاهمين وناس هم اللي يخدمون البلد، اما هذول الساده فما يخدمون البلد ولا يحصل من عندهم اي خير. وانا اشكرك. شكرا شكرا راسي. شكرا لك ابو عمر. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. انقطع الاتصال بالاخ عبد الرزاق. ننتقل الى قضيه اخيره في برنامجنا اليوم نتكلم عنها، هي تفاعل طلبه الدراسات العليا على هاشتاغ ذول الطلبه هم طلبه الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023، تفاعلوا على هاشتاغ التوسعه مطلبنا يا اصحاب قرار للمطالبه بتوسعه عاجله وفوريه لشمول اكبر عدد من الطلبه المتقدمين للدراسات العليا خصوصا على مدى اكثر من 10 سنوات. الطلبه يقولون انه توسعه مقاعد الدراسات العليا تقر لمعالجه موضوع الناجحين في الامتحان التنافسي ممن لم يحالفهم الحظ في القبول. راح ننتقل الى تغريدات العراقيين على وسم التوسعه مطلبنا يا اصحاب القرار. هذه التغريدات اللي نشرت او ابرز التغريدات اللي نشرت اليوم. اول تغريده ويانا من زهراء تقول من حقوقنا ان ندرس في بلدنا وان نكافئ على جهودنا، المقاعد قليله واعداد المرشحين كثيره اسوه بالسنين السابقه، هاشتاغ التوسعه مطلبنا يا اصحاب القرار. احمد الشمري يقول التوسعة مطلبنا يا أصحاب القرار، أنصفونا، قرينا وتعبنا ونجحنا وتسلسل ثالث على الكلية وما ننقبل، شنو اللي نقدر عليه سويناه بس حتى ندرس داخل العراق، أنصفونا رجاء. أحمد علي إشناوة يقول التوسعة مطلبنا يا أصحاب القرار، فمن أجل المساواة بين طلاب السنوات السابقة والمتقدمين لهذا العام ولزيادة فرصة الطلاب في الحصول على التخصصات الأكاديمية ولرفض المؤسسات العامة والخاصة بالدرجات العلمية. وحنان تقول التوسعة مطلبنا يا أصحاب القرار، نرجو من حضرتكم المساندة في مطلبنا والوقوف معنا من أجل الحصول على توسعة عاجلة وفورية لشمول أكبر عدد ممكن من الطلبة المتقدمين للدراسات العليا. كانت هذه أبرز التعليقات اليوم حول هاشتاغ التوسعة مطلبنا يا أصحاب القرار من قبل طلاب الدراسات العليا في العراق. مشاهدينا الكرام، كانت هاي أبرز الملفات اللي تكلمنا عليها. ملفاتنا الأربعة الرئيسية كانت اليوم، إذا أنذكركم بها عفوا، الملفات تتكلم عن أربع فيديوهات. الفيديو الأول عن رئيس الدائرة القانونية أو عفوا مدير البساتين والغابات في العراق اللي سألوه قالوا له شنو يعني إجراءاتكم لمكافحة التصحر، قال لهم نصلي صلاة استسقاء. ملفنا الثاني كان عن
عملية سطو مسلح في محافظة البصرة لشركة في وضح النهر. ملفنا الثالث كان عن حماية غزلان الريم في محمية غزلان الريم في محافظة المثنى اللي الحكومة هاملتها علما أنه الحيوانات مهددة بالانقراض. ملفنا الرابع كان عن تنظيف ضفاف الأنهر اللي حملة شبابية من شباب العراق هم اللي ينظفوها مو الحكومة. وكانت هاي ملفاتنا الأربعة وانتقلنا وراها إلى الهاشتاج اللي نشروه الطلبة. فإذا كانت هاي أهم النقاط وأيضا معتقلي العزيزية. عبد الرزاق من باب رجع لنا حياك الله. حياك الله سادتا. حياك الله حياك وبياك أخوي العزيز. أدخل بالموضوع ولا أروح أصلي صلاة الاستسقاء؟ براحتك. سادتا الواحد مدري يعني يلطم مدري شق ملافه مدري يتخبى على هيك ناس يعني يستلموا المسؤوليه ويحملون من هال يعني من هالمستوى هذا من الجهل والغباء. يعني شلون يديرون بلد بهذا الفكر الجامد هذا الفكر المتسحر؟ يعني انا اتعجب يعني صراحه ما اقول اتعجب واستغرب من دول المسؤولين لانه احد رؤساء الوزراء سيلو قالوا له يابا مو نهر دجله راح يجيك وهذا يخلي يجيك لانه احنا ننتظر شو اسمه الظهور. يعني يا اخي بالله عليك يا استاذ اكل مثل هيك ناس اغبياء يتحملون او يديرون سلطه بلد. يعني شوف المجتمع وين رايح؟ رايح للانحدار الانهيار. انت جاي تشوف اليوم المجتمع العراقي جاي يعاني من 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 ازمات متواليه الحشيشة والجريمة اللي جالسة تحدث فات. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا رجال دولة، ما عندنا سياسة تخطيط، ما عندنا ناس يحملون الهم العراقي. ناس كل ما يحملوه هو همهم جيوبهم الخاصة. فهذا لا تستغرب من عتم يا أستاذ. للأسف الشديد يعني هذه الطبقة جابت وياها كل المساوئ وكل التخلف. تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. المشكله اليوم اللي يعاني منها العراق، يعني سؤال اوجه للساده المشاهدين اذا بقى وقت ويقدر احد المتصلين يتصل بينا، ما اتوقع بقى وقت ويانا بالحلقه. مشاهدينا الكرام، يعني ليش عراق اليوم بتصريحات غريبه عجيبه من قبل المسؤولين؟ واحد يطلع ويقول صلوا استسقاء حتى نقضي على التصحر. زين ما يطلع له واحد وجاوبه يابا صلاه الاستسقاء ترى تنزل المطر، بس التصحر هو زحف ترابي دا يصير بالعراق كله. نزل المطر وراها نزل المطر بديك الساعة وخفف الترابة والعجاجة بديك الساعة وراها، وسنة الجاية شو نسوي والوراها شو نسوي؟ يطلع لك واحد قديم ما أدري تذكروه ما أدري لا يسألوه يقولوا له ليش شبكات الصرف الصحي المجاري بين قوسين عذرا ليش مسدودة؟ يقول والله اكو صخرة كبيرة سادتها. نفسه ابو تصريح دبي زرق ورق اذا نسيته. يطلع واحد لك يقول لك كان اكو مطار بزمن السومريين. يعني هاي التصريحات الغريبة عجيبة اللي دا تطلع. شنو مغزاها؟ وانتو شنو تتوقعوها؟ اليوم لما نبين لكم هاي الملفات، لما يطلع مدير البستنة والغابات في وزارة الزراعة بيأخذ راتب وبيت واحتمال قطعة قاع وسيارة استخدامه من الوزارة ويجوز عنده حماية همينه وراتبه من يعني رواتب المدراء العامين، ويطلع بهاي الصورة يقول لك روحوا صلوا استسقاء. انتوا ايش تنظرون الى هاي الحكومة شلون بدها تحكم هذا البلد؟ لما يطلع لكم واحد في مستوى حاتم كريم ما يعرف يجاوب على سؤال، واكو هوايه مثله، اكو هوايه مثله يطبون على قنوات التلفزيون لما نتابعون تصريحاتهم مضحكه، واكو غيرهم من المسؤولين اللي قام يأجج للطائفيه ويطلع اليوم وهو يطلع وطني. فالسؤال انه ليش احنا عايشين بهذا الحال؟ ليش اليوم العراق واصل لهذا الحال؟ هل السبب دول اللي دا يحكمون اللي أمثال حاتم كريم؟ لو السبب هذا أمر رب العالمين ولازم نرضى به، لو السبب الشعب العراقي هو من يده جاب هذا الشيء لنفسه،
هذا هاي التساؤلات راح اطرحها عليكم، اتمنى انتم تفكرون بها وتجاوبون عليها. تردون تجاوبون اليوم، تردون تجاوبون على مواقع قناة الرافدين على وسائل التواصل الاجتماعي، تردون تجاوبون قناة الرافدين وبرنامج صوتكم بالحلقة الجاية إن شاء الله بنفس الموعد باكر. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة باكر إن شاء الله. تقبلوا مني تحياتي، أنا أفل الصقر، في أمان الله.